طيب الله وقتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. فاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد. كيف يستقبل العراقيون شهر رمضان في عام 2022 في ظل أزمات عديدة، أزمات سياسية، أزمات اقتصادية وأمنية وخدمية؟ كيف يستقبل العراقيون رمضان 2022؟ طبعا في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وفي ظل استمرار نزوح الكثير من العراقيين، منهم من قضى سنوات لم يعد إلى بيته وإلى منطقته، ومنهم منذ أشهر. كيف يستقبل العراقيون رمضان 2022؟ طبعا كيف هي أجواء رمضان في العراق في عام 2022؟ هناك يعني أزمات كثيرة، إذا تحدثنا من السياسية، الأزمات السياسية يعني أكثر من 5 أشهر على الانتخابات البرلمانية التي لم يشارك فيها سوى 15% من نسبة الشعب العراقي، لغاية الآن ما شكلت الحكومة. صراعات بين الكتل السياسية، بين الإطار التنسيقي، بين التحالف الثلاثي، بين الصدر والحلبوسي والخنجر. كذلك الخدمات في العراق، الكهرباء وغير الكهرباء والوقود، أهم شيء أسعار السلع. اليوم أسعار السلع يعني ارتفعت منذ بداية خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، منذ يعني نحو سنة ونصف أو أكثر، منذ أن أعلن البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، ارتفعت الأسعار في الأسواق العراقية، وعانى المواطن العراقي، وكذلك اليوم يعاني من ارتفاع آخر. كيف يستقبل العراقيون شهر رمضان في عام 2022؟ معنا محمد من بغداد. محمد، رمضان مبارك وكل عام وأنت بخير، كيف تستقبلون رمضان في 2022؟ محمد، عليك وعلى الشعب العراقي وعلى كادر قناة الرافدين، رمضان كريم عليك. علينا وعليك، علينا وعليك يا رب. والله بالحقيقة أستاذ عمر، يعني رمضان بالعراق أنا أقوله من بعد 2003، يعني رمضان أبد ما أجى يعني مبشر لهذا البلد، ما أجى يعني خير لهذا البلد. هذا هو رمضان الخير ورمضان البركة، ورمضان أنزل به يعني شهر رمضان أنزل به القرآن الكريم. نعم. بس يجي لقمة على هالبلد هذا من قبل من والصوت كله من السياسيين والأحزاب والحكومة اللي جت، لا سوى التخطيط أبد، ما سوى التخطيط لهذا الشهر، ما سوى التخطيط الاقتصاد ماله يعمره، ما سوى التخطيط لبناء دولة. يعني الناس تنتظر رمضان، وهذا رمضان خير على كل الدول الإسلامية ولا بالعراق، يجي نقرع عليهم، لأن هسه المواد الغذائية في صعود، والمواطن الفقير والمواطن العادي اللي ما عنده العمل ولا ما يشتغل، هذا شلون حيشتري المواد الغذائية؟ شلون حيصوم؟ والخدمات ماكو، كهرباء ماكو،
الابسط خدمات الانسان ماكو، يعني ما اعرف شلون هذا المواطن حيقدر يدبر هاي، هذا شلون يقدر يدبر يقدر يسوون به. زين اجراءات الحكوميه يعني اكثر من مره الحكومه اعلنت بانها يعني راح تتابع اسعار السلع وراح تعاقب التجار اللي يرفعون السلع الغذائيه. الكاظمي وجه اللجان المختصه بمراقبه يعني التجار اللي يستغلون ارتفاع الاسعار. على الارض وانت من بغداد شفت اكو فد شيء تغير بالاسعار؟ صار عمر انت رجل مثقف وواعي. نعم. يعني بشرفك اكو هيجي بلد يعني اطلع دوريات شرطه لو اطلع دوريات ناس موظفين من دوائر الدوله يصرون على الناس والله انت لا تغلي الاسعار والله انت حضره لا تغلي فلان شيء. دوله ما هي دوله، هو نظام فاشل غير المفروض الدوله هي تخطط لهذا الشهر او الاشهر السابقه او الاشهر الكل بالعراق يعني السنه كلها تخطط شلون تبيع مواد شلون تستورد الاسعار ثابته لازم التجار لازم يشترون شيء بسعر يبيعوه كذا بسعر يعني ماكو متخطيط ماكو يعني حتى هذا المواد الغذائيه اللي موجود بالسوق او الموجود الناس تبيع او المواطن اللي يشتري الاسعار متفاوته يعني الاسعار متفاوته ببغداد يعني تيجي مثلا تشتري بطل زيت ب 2000 ونص واحد يبيعها ب 3000 واحد يبيعها ب 3000 زين انت شلون تسوي يعني تضرب تحت برمل يعني يا هو الارخص تروح تطرح عليه تشتري يعني هو ماكو تخطيط والاسعار كلها متفاوته كل واحد يبيع بكيفه يقول لك والله انا مشتري كذا وابيع كذا ماكو يعني هو حتى بهذا حتى من تشتري شيء وحتى تخطيط لهالبلد ماكو من قبل ذول السياسيين والاحزاب ماكو فوضى هي فوضى يعني الله لا يعني الله يكون بعون المواطن اللي المغلوب على امره ما اعرف ايش يسوي بالبلد هذا يعني 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 دوله فاشله من كل النواحي شنو الخير اللي قدمته؟ والله تفتر على المواطن تفتر على التجار تفتر تسوي بيخ من قبل الكاظمي بس حكي وحننطي من حق طوارئ 100000 100000 يطلون من حق طوارئ على مود الغلاء الاسعار 100000 شو تسوي 100000 والاعلان اللي اعلنه مشعان الجمهوري اخي محمد 6 دولارات وربع سمعت بيها؟ اي هو هذا نعم. هاي انا حكيت البارحه على نعم. الموضوع مال مشعان الجمهوري نعم يعني يضحكون على الشعب يعني اكو واحد عاقل اذا تتصل هسه 8000 دينار يقول لك وين اوديهم بالنيوني نعم يعني هذا يضحكون على الشعب يستهينون بالشعب ماكو رداد لهم زين ماكو يعني حل ماكو بالبلد هذا هي هاي الحكومه باكه على قلوب العراقيين كابسه على نفسهم ننتظر الله يخلصنا من عندهم زين والله ويجي تجي حكومه نظيفه مستقرة مو طائفية مو حزبية تحكم هالبلد هذا والله العظيم ما يصير خير بالبلد هذا صراحة ابد ما يصير خير يومية عزمات هسه بعد كم يوم الجو يصير حلو يعني الجو حلو يصير الكهرباء تكون نوعا ما مستقرة يقول لك ها والله جبنا محطات انجزناها ب 50 مليون مليار دولار و 50 مليون دولار هو كله على مود الجو تغير الكهرباء تبقى مستمرة وهاي الكذب مستمر والكذب مستمر على البلد هذا والشعب لا حول ولا قوة ومن يدخل الحر تسوء الكهرباء الكهرباء إيه الكهرباء من يصير الحر ويصير البرودة تنطفي الكهرباء يقول لك لا موامو عليه لود هامو عمليات تخريبية هو كل كلاوات بكلاوات عمليات تخريبية وما أدري شنو هذول ليسوا لا يخصصون ميزانية بناء دولة ولا يخصصون ميزانية يعني هذا البلد استثماري يسوون فيه يبقوه هذا الوضع هيك أنا أشكرك أشكرك أخي محمد ورمضان مبارك عليك مرة أخرى وكل عام وأنت بخير أبو عمر من الناصرية أبو عمر رمضان مبارك وكل عام وأنت بخير الله يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال أبو عمر شلون تستقبل رمضان في عام 2022 ألو تسمعني ألو سمعك عم سمعك حياك يا أهلا بك تفضل أنا على قدركم. آمين يا رب الله يسلمك. طبعاً أولاً هي ما يطلعون نعم سمعت عمي يطلعون هاي الدوريات على التجار. نعم يا ريت تنصلنا تلفزيون عيني أبو عمر فدوة نصلنا التلفزيون للأخير. إيه نعم.
الدلع. الله يسلمك، تفضل. وياك ابو عمر عم وياك. نعم اسمعك عيني ابو عمر، تفضل. طبعا هاي دولة عمي، هاي دولة لا قانون، هاي دولة الاستهتار يسمونها، دولة الاستهتار، هاي من دول البرلمانيين. لا انا ما شفت حكومة. طبعا هي الحكومة، هي الحكومة غير بيتها تساعد السوق وبيتها تنزل السوق، يعني هاي انا ما شفت دولة عمي، دولة هاي هيت عمي. نعم هيك يعني الفقير شلون، يعني الفقير يساعد الله يا ابويا يساعد الله الفقير. كل شيء ما شفنا من عندهم يا، يعني والله العظيم الشعب جاي عالي من عندهم، هم مسكين بس بكراسيهم وشغلاتهم هاي خاصه هم لهم. اللي تبقوا باقونه وسعلوا كسلونه عمي. زين ابو عمر، ما استلمت وجبه غذائيه تموينيه، ما استلمت على رمضان، ما وزعوا؟ انت ما استلمت؟ هذا بس حتى عمي يا وين من حد ما مثل ما للحميه، احنا بنطلب الناس يا ابو عمر، ولا ابو عمر تشرينا عمي ابو عمر، والله ما كنت ما استلم يعني. هذا بس حكي يعني، هذا حكي يعني، هذا هوان حكي هوان، انت ما تمنع من عندهم عمي. نعم ذولا جايين متعبرين على الشعب عمي، قصدهم يعني يكون الشعب كده. عم نحكي افريقيا، احنا مو افريقيا عمر، احنا اسكن بلد العالم يعني الثروات يعني ما تنعد العالم كله والله يعني هسه يعني شكو عراقي لو بيد واحد شديد شكو عراقي هسه، والله العظيم يعني الشهر ماله قلت يعني يمكن مليون نسابة يعني قاعد بالبيت. نعم شنو دول هم، شنو هم ما يهمهم المواطن، هم مشيهمهم عمي، دول في الساد دول ديولة، دول أصلا مراقين، كل واحد حفة دواج جراسين زين بحق شهر رمضان، شهر الطاعة والغفران، اللهم ينتقم من عندهم وجاي من عليهم والله عليهم يا والله يا عمر، الله يستقم عندهم، الله لا يوفقكم ان شاء الله على الدين الجوانبيه. ياتيك الله هو كيف سراكم يعني ما اصابت ما حتى ما في عندنا اشرف من عندهم، عندنا ما في عفو على البشر، دول راس معطف على البشر عندي، دول مشكله دول على مطالبهم الخاصه جاي على دراستي، هذا طلع وهذا طاب وكل شيء ما استهنى. نعم يعني من 2000 ما استهنى يعني من قبل الاستعمار اللي تشتغل علينا، الله يستقم من ايران ومن العراق. أنا أشكرك أبو عمر من الناصرية، كان معنا رسالة على الواتساب من عادل الخزاعي يقول فيها: رمضان مبارك عليكم وعلى أمة الإسلام والعالم أجمع، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. عادل الخزاعي كل عام وأنت بخير، رمضان مبارك عليك. رسالة أخرى يقول: رمضان مبارك عليكم، شهر رمضان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير أخي العزيز. رسالة يقول فيها: بحلول شهر رمضان، ها هي تمر الأيام وتمضي الليالي والأشهر والأعوام، وها هو شهر المغفرة والعبادة، شهر رمضان المبارك. يقول: يسعدني ويشرفني أتقدم إليكم جميعا بهذه المناسبة، أهنئكم وأبارك لكم بحلول شهر رمضان الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير ومحبة وبركة ورحمة، وأن يتقبل منا صيامه وقيامه وصالح العمل فيما فيه، وأن يجمعنا ونجمع الله فيه على درب الخير والمودة والتسامح والصفاء بقلوب محبة وصافية. كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك، كل عام وانت بخير أخي العزيز. طبعا هيئة علماء المسلمين، قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين في العراق، أعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1443 هجرية، وقال قسم الفتوى بأنه ثبتت شرعا رؤية هلال شهر رمضان الليلة، وعليه فإن يوم غد السبت يعد أول أيام صيام شهر رمضان للعام 1443 هجرية الموافق 2/4/2022
ميلادي، وأضاف قسم الفتوى بأنه يغتنم هذه المناسبة لتقديم أحر التهاني وخالص التبريكات للشعب العراقي ولسائر المسلمين بحلول هذا الشهر. كما ذكر قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين في العراق الأخوة المسلمين بوجوب صيام شهر رمضان وحثهم على قيام لياليه واحترام فريضته، سائلا الله عز وجل أن يعجل الفرج للمعتقلين والمظلومين وأن يكشف عن العراق وشعبه الأوبئة والأمراض وكل سوء ومكروه وأن يرحم الجميع برحمته الواسعة. آمين يا رب العالمين. معنا أبو علي من واسط. أبو علي، رمضان مبارك وكل عام وأنت بخير. كيف يستقبل العراقيون رمضان 2022؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان أهلا وسهلا بك. يا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الطاعات ويجعلنا من الصيام والقيام. آمين. وندرك ليلة القدر إن شاء الله ونفوز بها بإذن الله تعالى. آمين. تامر، يعني كل سنة هذا من 2003 لحد الآن نفس رمضان يستقبل العراقيين، لكن من الممكن أن الجو يلطف بالعراقيين ويكون معتدل مو حار، حتى على الأقل يفطرون على يعني على جلوبات كهرباء، مو يفطرون على ظلام دامس مثل ما يتعود العراقيين، أو يقدر الشياب والعجائز والأطفال أنه على الأقل ينامون تحت مروحة، ما لازم أنه مكيف شغال. يعني نفس الظروف اللي تمر عليها العراقيين كل سنة من سيء إلى أسوأ، يمكن كانت 2003 يمكن أفضل من الآن بكثير. إذا كانت سيئة بنسبة 20% في 2003 الآن سيئة 100%، وكل سنة تزيد النسبة حتى تعدل 100%. حكومات متعاقبة، فساد متحقق، حصة تموينية لا تصل للمواطن، ما يقول أنها تصل يعني ناقصة العدد. شو على شهر رمضان انه حكومة بوزاراتها، وزارة المالية، وزارة التجارة، كل هذه الامكانيات على رمضان ما تقدر توزع وجبة بشكل صحيح حتى يعني في هذا الشهر الفضيل لكل عائلة عراقية؟ ليش يعني؟ انا اقول لك، اولا لان الفساد موجود، ثانيا الشعب يقول ليش وفرت لي في رمضان وما توفر لي غير العشر؟ يعني منين جبت الفلوس هذه اللي وفرتها؟ شنو العجز اللي ينطيك اياه ما توفرها بغيره؟ شو توفرها في رمضان؟ وهم ثاني يعني احنا استاذ محمد، احنا للاسف يعني مثل ما قال اهل الجنوب باسم الدين باقونا. هم باسم الدين اللي يجي ويقول لك دين وغيرها وباكر راح يطلع لك هم كلهم صيام، وكل من حاط قدامه تمرات ولبن وينتظر الفطور، وقنواتهم الفضائية تعج بالقرآن وتعج بالأدعية، لكن ما يشوفون هذا الشعب المظلوم. يعني دولة ما قدرت توفر أبسط شيء للشعب اللي هو الكهرباء الموجودة، ما قدرت توفر لهم حصة تموينية، كان نظام ظالم محاصر يوفرها للشعب. يعني يجي رئيس وزراء يحط يقول راح أسوي وراح أسوي وما يسوي شيء وما حد يحاسبه. ونفس الشيء الآن قد صار لهم من شهر 10 لحد اليوم ما قدروا يشكلون حكومة حتى يوفرون شيء للمواطن. ما قدروا يوفرون حكومة. كان ارتفاع وغلى الأسعار يعني الجشع، ويركضون وين؟ يركضون على التجار. أنتم اللي هو ما التاجر ما غلى الأسعار، أنت نزلت قيمة الدينار وهي نفسها نزلت، وأنت جاي تقص من رواتب الموظفين وتأخر رواتب الموظفين وما تنطي حصة تمويلية، أكيد الأسعار تصعد. يعني أكون بالعراقيين يمكن ما يكون اللحم أو الدجاج يمكن بالأسبوع مرة، لأن يجي رمضان هم يظل بالأسبوع مرة يصوم لحوالي 16 ساعة. يعني على شنو؟ على تمن ومرق؟ لأن أنت يعني كحكومة تعتبر نفسك حكومة وزاهي بنفسك. طبعا زد على ذلك أبو علي زد على ذلك يعني موضوع أزمة المياه بالعراق. اليوم أكو أزمة حقيقية، أزمة جفاف في العراق، تضرب ديالة، تضرب جنوب العراق، تضرب البصرة. البصرة ما عندها ما يشرب يعني صالح للشرب. البصرة الديالة يعني هناك الكثير من الفلاحين قد يعني هاجروا من مزارعهم، ماكو جفاف، لا مطر، إيران قاطعة روافد على العراق. يعني هناك تحذير من قبل وزارة البيئة في العراق ومن قبل الأمم المتحدة بأن هناك 7 مليون عراقي مهدد بفقدان المياه بالعطش. هذه هم أزمة تضاف. يعني أنت اليوم صايم ها وما يجيك مي حلو لو ما تقدر تزرع.
مصيبة. أو 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 صايم ومشغل المبردة. نعم. وماكو ماي حتى يبرد لك بالمبردة. يعني حتى ماي من الإثارة عادي مو لازم للشرب. ليش قلت لك إنه أساسا الدولة ما قاعد يعني ما عندها شغل غير إنه تنحب وتصرف وما عندها بنى استراتيجية. يعني ما حتى تبي العراق يعني إذا لا قدر الله استمرت الأزمة حالية إن العراق بشهر 5 ما راح يلقى رغيف الخبز، وشهر 8 راح يصير طق على قولتهم طق عصي على 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 رغيف الخبز. لأن العراق نفسه ما يزرع. يعني دولة ما قالت أنا عندي ثروات أريد استثمرها، وحكومة ضعيفة، إيران ما يقدرون يحتون وياها، ما يحتون ويا تركيا، ما يحتون ويا سوريا، حكومة لا حول ولا قوة. لأن هم أساسا يعني هم أساسا شاعرين بنفسهم بضعف. حتى لو يشترون كهرباء من إيران، إيران تقول أنا مش وقت ما أحتاج الكهرباء راح أدفع عليك. ما يقدرون يحتون، هم دافعين فلوسها. وأمريكا نفس الشيء متعاونة مع إيران وجعل تجدد الإيران، بينما عندهم أكو دول ثانية سعودية الكويت تركيا تعطي كهرباء العراق وبسعر أرخص. ليش ما تفعلها أمريكا؟ لذلك هي أساسا خطة مرسومة لتجميع الشعب. والعراقيين هذا رمضان حال حل الأيام العادية، بس أنه رمضان مبارك وانتهى الموضوع، يتبادلون التهاني وماكو شيء يتجدد جديد، لا حكومة تنطي ولا حكومة توفر لأي شيء. لكن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك أنه يخلص الشعب من هذا زمرة الفاسدين ويحيي العراق من جديد إن شاء الله. أنا أشكرك أبو علي من واسط، وكل عام وانت بخير مرة أخرى معنا. قبل ما نأخذ الاتصال رسالة يقول كل عام والأمة الإسلامية وكادر قناة الرافدين والأستاذ عمر حامد بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، مبارك عليكم الشهر، كل عام وانت بخير أخي العزيز ورمضان مبارك. معنا عبد الرزاق من باب العبد الرزاق، رمضان مبارك وكل عام وانت بخير. علينا وعليكم آمين، الله يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، الله يسلمك ويخليك. الله يعافيك. كيف يستقبل العراقيون وأنت منهم رمضان 2022 في ظل هذه الأزمات السياسية، أزمات خدمية، يعني اقتصادية، سياسية، أمنية كذلك، يعني تتخلل بعض يعني نشوف مرات تصير عمليات سطو، عمليات يعني استهتار من قبل ميليشيات مسلحة، من قبل عصابات، شلون رمضان في عام 22 نشوفه؟ بالبداية دكتور أهم الأمة الإسلامية والشعب العراقي في حلول شهر رمضان، وأسأل الله العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. آمين يا رب. أستاذ دكتور عمر، سئل الإمام علي عليه السلام ما يفسد أمر القوم، قال وضع الصغير مكان الكبير، وضع الجاهل مكان العالم، ووضع التابع في القيادة. احنا مشكلتنا اليوم يعني اللي المشكلة اللي جاي العالم من عندنا هي وضع ناس للأسف الشديد تابعين إلى جهات سياسية أو دول إقليمية، فاللي هم اللي جاي يعني يمسكون بالقرار العراقي وبالإرادة الشعب العراقي. فشوف يعني خلقوا أزمات، أزمة بعد أزمة، يعني إحنا من بعد 2003 لهذا اليوم إحنا جاي نعيش أزمات، أزمات مستمرة، أزمات اقتصادية، أزمة مالية، يعني وكيش يعني، والأزمات ما تنتهي. وجود هذه الطبقة اللي يعني يتنافسون ويتصارعون بيناتهم، يعني احنا ننتظر يمتى تشكل الحكومة ويقرون الموازنة والمواطن العراقي يشوف طريقه. لكنه الخلافات اللي مستمرة بيناتهم يعني ما يفكرون بالمواطن العراقي ومعاناته. احنا اليوم ان شاء الله علينا شهر رمضان، ونسأل الله أن يجعله شهر خير على العراقيين، لكنه شنو اللي وفره للمواطن العراقي؟ احنا يعني نتأمل من الطبقة السياسية، لأنه الاختلاف لا يمنع الانصاف، نتأمل من عندهم أن يباعون للمواطن الفقير، لأنه هم من اجوا بدافع الدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين.
لا واجوا بالشعار الاسلامي. احنا بشهر رمضان وهذا شهر شهر القران. فاحنا من حاتي ناس عندهم وعي اسلامي، عندهم ثقافه اسلاميه، ان تكون للمواطن العراقي وللانسان الفقير، لانه هذا شهر يعني المفروض على كل المواطن العراقي والاخص الاغنياء ان يبتعدون عن المنافع الشخصيه. نعم. وان يكتفون بالفقراء حتى على مود يكون شعب متكافل، شعب متعاون، حتى نقضي على الفقر، لانه يا دكتور يعني ازدياد معدلات الفقر بالعراق صراحه يعني حزب النفس ويؤلم كل قلب. يعني احنا ما نريد الشعب، يعني احنا ما نريد يعني صراحه كل امالنا نبنيها على الدوله والسياسيين، لان الظاهر هم بعيدين عن المواطن العراقي. فنسال من الناس الاغنياء والناس المتمكنين ان يباعون على المواطن الفقير حتى على مود نقدر اقل شيء نكسب رضا رب العالمين، لانه احنا اذا نبقى الشعب متفكك ويعني الغني مالتنا ما يباع للفقير ما راح تحل البركه، ما راح تحل الرحمه. فاسال من الله العلي القدير بحرمه هذا الشهر المبارك ان يوحد العراقيين وان يرفع عنهم المعاناه. حياك الله يا أهلا بك. أنا أشكرك عبد الرزاق من باب الكان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. رمضان يوم غد إن شاء الله السبت في العراق والكثير من الدول العربية والإسلامية. كيف يستقبل العراقيون شهر رمضان في عام 2022؟ يعني في ظل موجة الغلاء اللي اجتاحت العراق منذ تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، ويعني تطلع الحكومة أكثر من مرة طلعت بأنها سوف يعني تعالج الأمور وأنه هناك إجراءات، لكن تعثرت هذه الإجراءات كما جاء في وصف الصحف العراقية والعربية، يعني تعثرت لوضع حد لهذا الارتفاع، يعني وصلت إلى معدلات قياسية خاصة المواد المستوردة. ومثل ما معروف بأنه أغلب اليوم احتياجات المواطن العراقي هي مستوردة من الخارج بسبب يعني شبه انعدام الصناعة في العراق، وكذلك تراجع الزراعة في العراق بسبب الإهمال الحكومي، بسبب انخفاض مناسيب المياه، وكذلك قطع روافد الأنهر من دول الجوار. هذا كل يعني أسباب دفعت إلى ارتفاع السلع الغذائية في العراق، وإحنا مقبلين على هذا الشهر الفضيل. معنا أبو أيسر من
تركيا. أبو أيسر، برأيك كيف يستقبل العراقيون رمضان 2022؟ والله أستاذ شو يستقبل العراق؟ منتهي العراق بدولة حرامية. يعني شو يريد يقول بحقهم؟ يعني العراق متحمل ضيم، الشعب العراقي متحمل ضيم، هو أغنى بلد بالعالم. يعني استلموه شلة حرامية ودمروه. يعني للأسف يعني ما أدري، النفط صار بهلقة سعير، وهم يبوقون ومخلين الفقير يستجد منا ومنا، وهذا شهر رمضان مقبل علينا. هم ليس للمسلمين، لأن هم ناس أذلاء، ناس يعني سفلة، ناس جودة يبوقون موارد العراق، ما جودة يحكمون العراق بصورة صحيحة. زين، يعني إذا قضايا العراق وأزمات العراق كثيرة، يعني مو بس مسألة الفساد. يعني هسه مثلا إذا جينا على قضايا إنسانية، مثلا النازحين، أكو هناك مناطق مثل جرف الصخر صار لهم أكثر من 7 سنين مدى يرجعون، مدى يخلوهم يرجعون لبيوتهم. قضية إنسانية، وعلى أساس اللي حاكمين بالعراق هم أحزاب إسلامية، بهذا الشهر بتشذب خلوا الناس ترجع لهالمناطق. هم يعرفون الإنسانية حتى يرجعوهم المناطق، هم ما يعرفون الإنسانية. لأن هذول كانوا عايشين ببلدان ما شايفين الدولار شنو، يعني كاتلهم الجوع والضيم، وإجوا شافوا كنز بالعراق وبمساعدة أمريكية إيرانية. طبعا البلد ينهب من إيران. شوف إيران حتى مدخل العراق لا يزرع ولا صناعة ولا كذلك، يعني حتى تورد بضائعها للعراق حتى تأخذ شكوى أموال بالعراق. هم شلة حرامية، اشتعتب عليهم يا أستاذ. يعني إنسان هو من أصله وفصله حرامي، ابن عاهرة، هذا يعني تفكر بيه. يعني حتى نتجاوز هذه العبارات أرجوك أبو أيسر، وإحنا في هذا الشهر الكريم. يعني ماشي غلط حشاك. لا مدى أحكي غلط، لأن غلط. هم هاي طبيعتهم، هاي حياتهم، هاي لا هذا ما مقبول بي، وإحنا مقبلين على الشهر الفضيل. أرجوك، نعم تفضل. يعني تتصور من عندهم أنت إنسان اللي مي قلبه مي يحزن على الفقير، هذا شنو تتفكر بي؟ يعني الدولار صاعد، هو ما يهم الدولار صاعد، ما ينزل الدولار حتى لو يصير النفط ب 300 دولار، زين ما يهمه هو. يقول لك انا مجرد انهب المليارات وكذا وكذا، لان هو طبعه هذا. هو طبعا من خلق هو وعائلته كلهم حراميه. انا اشكرك ابو ايسر من تركيا كان معنا. طبعا بالنسبه لقصص النازحين بالعراق قصص كثيرة، يعني على سبيل المثال للحصر مثل ما ذكرنا قبل قليل، كنا نتكلم مع أبو أيسر من تركيا موضوع جرف الصخر، وهناك كذلك يعني أمثلة كثيرة. يعني جرف الصخر صار لها أكثر من 7 سنوات، أهلها مهجرين، تستولي على هذه المنطقة، يعني مساحتها تقريبا 50 كيلومتر مربع، تقع جنوب العاصمة بغداد. ما رجعوا، صار لهم أكثر من 7 سنوات ما رجعوا، ما يخلوهم يرجعون. يعني أكثر من مرة طلعت تصريحات مثل أياد علاوي ومسونين، يقول لك القضية ليست بيدنا، القضية بيد إيران، يجب موافقة إيران، وكذلك أن هناك طرف هو حزب الله اللبناني. أصبحت هذه المنطقة بحسب التقارير هي منطقة يعني للميليشيات، تدريبهم، مخازنهم في تلك المنطقة. يعني قضية إنسانية، ليس فقط جرف الصخر. قبل أشهر كذلك تهجروا ناس بديالة، تهجروا ناس بصلاح الدين، ما قدروا يرجعون، مثل اللي صار في جبال مكحول قبل فترة، ما يقدروا يرجعون. كلها قضايا إنسانية، يعني مفروض أنه تكون هناك مبادرات حقيقية. إذا كانت يعني الكتل السياسية والحكومة في العراق جادة ل يعني لم النسيج العراقي، المبادرات الوطنية تكون
بهذا الاتجاه، مو مبادرة وطنية أنت تجمع الكتل السياسية والأحزاب حتى تراضيهم. هو أنتم مشتركين صار لكم من 2003 ولغاية الآن في كل الحكومات، لكم حصص ولكم وزارات ولكم إدارات ومناصب. مفروض المبادرات الوطنية تكون لمثل هذه القضايا الإنسانية، إرجاع نازحين، تعويض ناس بيوتها مفلشة، فتح ملف السجون المعتقلين الأبرياء، فتح ملفاتهم. هناك معتقلين يعني منذ الاحتلال الأمريكي تهمته هو مقاوم الاحتلال الأمريكي من العام 2005 و6 و7 ومسجون لغاية الآن، غير يفتح القضاء، يفتح القضاء هذه الملفات الإنسانية حتى نقول أكو أنه الحكومات في العراق قدمت شيء في ملف من الملفات. يعني وين ما توجهها مع الأسف، إن كان من الناحية الاقتصادية هاي تجي الأسعار مرتفعة، البطاقة التموينية ماكو، تجي على المعتقلين تغص بالأبرياء، تجي على النازحين يعني كارثة. كل الاتجاهات صراحة صادمة مؤسفة وتبعث عن يعني عدم هناك أمل في هذه الأحزاب والزعامات السياسية اللي تولت الحكم في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن. معنا اتصال أبو علي من لندن. أبو علي رمضان مبارك وكل عام وأنت بخير. برأيك كيف يستقبل العراقيون عام رمضان 2022؟ يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. رمضان مبارك عليكم علينا وعليك يا رب. العراقي علينا وعليك يا رب وعلى العراق الجريح. اي والله من أتذكر العراق والله قلبي يتفجر من البكاء. نعم، يعني هذا العراق المسكين. بس أنا ما أعتب على دول الميليشيات، أنا أعتب على الشعب العراقي. يعني أنت حضرتك تقول نتأمل، يعني ممكن نتأمل خير من الأحزاب. لا أنا لم أقول هذا حتى أكون نعم. دقيق، لم أقل، قلت لا ولا ملف صوت. تسمعني نعم. أبو علي قلت ولا صوت. ملف من الملفات اللي تحدثنا بها نجحت فيها الحكومة حتى نقول والله الجماعة اشتغلوا، ولا ملف، حتى تكون المعلومة دقيقة عندك أخي العزيز. نعم. أخي العزيز، يعني أنت تسميها حكومة، مع الأسف هي مو حكومة، احنا قلناها ألف مرة. مجرد ميليشيات عصابات جاي تحكم بالعراق، قسم تابعين الإيران، قسم تابعين الأمريكا، وقسم تابعين البريطانيا، قسم تابعين الإسرائيل. يعني هاي الميليشيات ولا واحد تابع للعراق، ولا واحد تابع للشعب العراقي. انت حضرتك تفضلت على جرف الصخر. ما يرجعون الناس الى جرف، شلون يرجعون المهجرين الى جرف؟ هو اولا مستفادين من هاي العمليه، ثانيا هو منو اخي؟ العراق بيد ايران. العراق بيد الحرس اللاثوري الايراني الارهابي. جرف الصخر مملوء من الحرس اللاثوري الايراني الارهابي، حتى من الحوثيين، من الحوثيين، من جماعة علي سلمان في البحرينية، المعارضة البحرينية. العراق عبارة ماسكي عصابات ميليشيات تابعين الإيران. الله يكون عون الشعب العراقي. تفضل، هذا رمضان، الجو حار، ها، وحتى الناس ما عدا مي بارد عمي، كهرباء ماكو. زين أنا أقول للشعب العراقي، أنتوا ليش وقت، يعني ليش وقت ساكتين عليهم؟ هو لو أكو السدولة بالنسبة لهذا اللي تسمى رئيس جمهورية برهم صالح، هو يقدر الآن يحيل البرلمان، يقدر يحيل البرلمان. يا أخي هذا قيس سعيد رئيس جمهورية تونس، ما حال البرلمان؟ ما حال العملية السياسية؟ ليش احنا بالعراق ما عدنا هذا الشيء؟ ما جاي أفتهم ليش هاي ما عدهم هاي الثقافة. أخي حين تفضلوا إسا أجلوها، هل هو ما عنده ثقافة أم لا يستطيع أصلاً لأنه غير مسيطر؟ أنت أشرت إلى نقطة بأنها أنت سميتها هاي مو حكومة، هاي ميليشيات. نعم. يعني نعم. القائد العام للقوات المسلحة عندما يحاصر في قصره وعندما يقصف بطائرات مسيرة ما يقدر يسوي شيء، يقدر يحل برلمان برأيك؟ إذا ليش ما يطلع يقول عمي أنا ما أقدر أسوي شيء، عمي حاصروني ببيتي، أنا ما أقدر أحمي بيتي، ما أقدر، شلون أحميكم؟ ليش ما يطلع؟ بس هو ما يطلع ليش؟ هو مستفاد، هو جاي على طريق هاي الميليشيات مستفاد. عمي راتبه مليون دولار شهريا، زين هو مستفيد بهاي المصيبة هاي.
ما على الشعب العراقي عمي ثور ثور، ادخل الى الخضراء وسحولوهم بالشارع، لا تنتظرون منهم خيرا، دولة ميليشيات تابعين لإيران عمي، إلى متى؟ الله وكيلك بعد 30 سنة ونحكي نفس هذا الموضوع، إذا مو الشعب العراقي كل أن يثور، كل أن يثور من جنوبه إلى حتى شماله عمي، دولة الشمال العراق ما مستفادين، إيش مستفادين؟ بس دولة طالباني وبرزاني وهاي الأحزاب. نعم. حياكم الله. أنا أشكرك أبو علي ورمضان الله. مبارك مرة أخرى، كل عام وأنت بخير. طبعا اذا تحدثنا على قضيه جرف الصخر، لا حيدر العبادي ولا عادل عبد المهدي ولا مصطفى الكاظمي قدر يرجع هاي العوالي اللي هم 2400 بحسب تصريح لمدير دائره الهجره والمهاجرين في محافظه بابل حافظ للجيري، قال اكثر من 2400 اسره تهجرت من جرف الصخر منذ العام 2014، واكد بان عودتهم تشترط وجود موافقة أمنية. طبعا أحد الشيوخ هناك وهو حامد الجنابي تحدث وقال بأن الحديث عن إعادة سكان البلدة سمعوا بها من وسائل الإعلام، يقول لم نلمس شيئا على أرض الواقع لغاية الآن. يقول الأهالي أهالي جرف الصخر مشردون في المخيمات منذ سنوات وبظروف إنسانية سيئة. إذا جينا على أزمة الجفاف، يعني بتصريح جديد لوزارة البيئة في العراق قالت بأن 7 ملايين عراقي مهددون بعدم الحصول على احتياجاتهم من المياه. وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي خلال ورشة مع الأمم المتحدة أقيمت في بغداد يوم الأربعاء الماضي قال بأنه ضرورة حصول العراق على الحصص المائية التي تؤمن متطلبات العيش الكريم للمواطن وتوفر الأمن الغذائي له، وأضاف بأن الدراسات والتقارير أكدت بأن 7 ملايين شخص في العراق مهددون بعدم الحصول على احتياجاتهم من المياه. وكذلك رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي جنين بلاسخار تحدثت يوم الثلاثاء على موضوع المياه، وقالت بأن جيران العراق يجب عليهم بدء حوارات حول تقاسم المياه في ظل هذه الأزمة المائية التي تضرب العراق منذ العام الماضي نتيجة التراجع الإيرادات المائية التي تأتي من إيران ومن تركيا. نعم طبعا 70% يعني موضوع المستويات نهري دجلة والفرات وشح الأمطار تسبب بانخفاض مخزون المياه في البحيرات والسدود العراقية أكثر من 70% من طاقتها الإجمالية. معنا اتصال. نعم موضوع هذا انعكس، موضوع الجفاف انعكس على العراق. يعني على سبيل المثال تحدثنا في بداية الحلقة أن هناك هجرة مثلا في محافظة ديالة، هناك هجرة في مناطق الأهوار بسبب انخفاض مناسيب المياه، وهناك مناطق جفت نهائيا، ماكو مي نهائيا. يعني بديالة الجفاف أدى إلى هجرة مزارعين من مناطق ريفية وبيع المواشي في ظل هذه الأزمة. سعد سليم هو عضو اتحاد الفلاحين في ديالة قال بأن الأسابيع الماضية شهدت أعلى نسب الهجرة من الريف إلى المدينة بعد أن تحولت الأرياف إلى رمادية، كما وصفها رمادية اللون بسبب الجفاف الذي أوقف الأنشطة الزراعية وتربية المواشي والحياة بشكل شبه كامل في الأرياف. والأمر كما أشرنا لا يقتصر على محافظة بعينها، الأمر يمتد إلى محافظات العراق، وخاصة عندنا هناك أزمة في الأهوار، عندنا هناك أزمة في محافظة البصرة. نعم معنا اتصال. زيد من بغداد. زيد رمضان مبارك وكل عام وأنت بخير، كيف تستقبل رمضان 2022 في ظل يعني أزمات كثيرة، أزمات سياسية اقتصادية خدمية؟ نعم زيد تسمعني؟ أي هسه سمعك. تفضل زيد. ألو أسمعك عيني تفضل. شلونك استاذ عمر؟ يا هلا بيك، حياك يا هلا بيك، رمضان مبارك، كل عام وانت بخير. انت بعد بخير، بارك عليك ان شاء الله. الله يسلمك، الله يخليك. كيف يستقبل العراقيون رمضان 2022؟ والله شو يستقبلون، هي استاذ هي نفس الوضعيه. نعم والله هي هاي الوضعيه التعبانه اللي تشوفها انت،
اليوم البتيتة كيلو البتيتة بس ونص يستقبلون الوضعية. نعم والله هي هاي الوضعية خارطة. زين أسألك زين أكثر من استلمتوا مفردات البطاقة التموينية على رمضان؟ استلمتوا مفردات البطاقة التموينية على رمضان؟ والله استلمنا بس شنو صار متقطعة يعني يوم يجي كلنا يعني يوم يجي من نية يطلنا يا أخي. الله يعينكم. أنا أشكرك زيد ورمضان مبارك وكل عام وأنت بخير. طبعا يعني الحديث طويل من أزمات ومشاكل العراق مع الأسف. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. في أمان الله.